هنالك من يرى في الشارع الإسرائيلي في هذه الصفقة تراجعا إسرائيليا كبيرا وانعداما للثقة ربما ما بين الشارع الإسرائيلي وحكومته، على اعتبار أنها تراجعت عن مبادئها وأهدافها التي حددتها في بداية الحرب. نذكر بأن إسرائيل قالت لا نتفاوض مع حماس، حماس حركة إرهابية داعشية وأسوأ حتى من داعش ويجب القضاء عليها، ولا إدخال لمواد غذائية ولا لوقود ولا لأي شيء إلى داخل القطاع. وإذ بالحكومة الإسرائيلية تتراجع تتفاوض مع حركة حماس وتمنح حركة حماس ربما الشرعية من خلال هذه التفاوض على مسألة الرهائن بحسب ما يراه بطبيعة الحال محللون سياسيون وعسكريون وحتى الشارع الإسرائيلي. فهنالك واضح بأن هنالك انعدام للثقة لدى بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي وتصرف الحكومة الإسرائيلية في هذه الصفقة، وإن كان الإجماع ربما يرحب فيها ويقول بأنها إنسانية وضرورية وحاجة ملحة، وربما أيضا تفيد إسرائيل في استكمال عمليتها العسكرية في داخل قطاع غزة. لذلك هنالك من يرى في هذه التصريحات وكأنها محاولة لتبرير هذه الصفقة وربما خضوع وخنوع واستسلام إسرائيل لهذه الصفقة بحسب ما يراه كثير من المراقبين، على الأقل الجانب الذي ينتقد هذه الصفقة. لذلك نرى بأن هيرتسي هليفي يحاول أن يطمئن المجتمع الإسرائيلي أو يطمئن على الأقل المتوجسين والخائفين من مستقبل العملية الحربية، ويقول بأن الحرب متواصلة وسوف تتقدم إلى الأمام وسوف تنتقل إلى مناطق أخرى تسيطر عليها حركة حماس، وأن العملية البرية ربما تخلق أيضا ظروفا مؤاتية لإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين في قادم الأيام أو في قادم الأسابيع. وهذا ما كان أيضا أكد عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. هم كانوا حريصين جدا على التأكيد على أن هذه الهدنة هي هدنة محدودة بزمن ما من أجل إتمام هذه الصفقة، وأن الحرب سوف تستأنف وتتواصل حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على حركة حماس بشكل كامل، سواء كان ذلك على المستوى العسكري أو السلطوي، استعادة كافة الأسرى المحتجزين في داخل قطاع غزة، والقضاء على أي تهديد قد يشكل على إسرائيل من داخل قطاع غزة. لكن واضح بأن هذه التصريحات تأتي في سياق ربما ردة فعل من جانب المستويين السياسي والعسكري ضد منتقدي هذه الصفقة، والذين يرون فيها ضعفا وتراجعا واستسلاما وخنوعا ربما للمقاومة الفلسطينية، لسيما وأن إسرائيل قالت منذ اليوم الأول للحرب بأنها تريد أن تقضي على هذه المقاومة، تريد أن تقضي على حركة حماس، لكنها وإن كان عن طريق وسطاء إلا أنها تتفاوض معهم. ومن الواضح بأن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية هي أيضا من تتحكم في شروط هذه الصفقة وفي شروط اللعبة وحتى في تكتيك إخراجها إلى حيز التنفيذ، وهذا ما كان أيضا الجانب الإسرائيلي قد ألمح له هذا اليوم عندما اتهم حركة حماس بأنها ربما تتلاعب بأعصاب عائلات الأسرى المحتجزين داخل قطاع غزة وربما تحاول ابتزاز الموقف الإسرائيلي، رغم أن الجانب الإسرائيلي تحدث ربما عن مشاكل لوجستية ربما هي التي أخرت إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ، ولكن بالمجمل العام هم يقولون بأن التوجه هو إيجابي نحو إتمامها اعتبارا من يوم الجمعة.